فاميلي اليوم موضوعنا بخص الكبار، الأشخاص اللي بحبوا يشتغلوا على نفسهم أكثر، الأشخاص اللي بحبوا يطوروا مهنتهم أكثر أو يكون في عندهم هالعلاقات الأكثر جدية أو الأكثر مهنية بعملهم. منشان هيك اليوم رح نحكي عن فورماسيون توتولون دو لافي أو التدريب لمدى العمر مع السيدة سونيا قسطنطين. صباح الخير. بونجور سونيا، حضرتك رئيسة قسم التدريب المستمر بكلية العلوم التربوية بالجامعة اليسوعية. ويمكن كثير ناس ما بيعرفوا انه هيدا ممكن يكون فرع لحال او ممكن يوصل ليكون اختصاص لحال او كمان ممكن تكون دورة تدريبية بكل بساطة. اليوم بدنا نتعرف اكثر على هالموضوع، بدنا نعرف ليه التدريب المستمر وليه هالفكرة عم تتداول أكثر حاليا. يعني ما كنا نسمع فيها كثير قبل، كان يمكن أستاذ المدرسة يتخصص ويعلم كل حياته وما يرجع يعيد النظر بتعليمه. فشو التدريب المستمر؟ هو أول شيء إذا بدي أحكي أنا عن الجامعة، نحن اسم التدريب المستمر هو بكلية العلوم التربوية بالجامعة اليسوعية. يعني نحن أكثر بنهتم بتدريب الأساتذة، مدراء المدارس، المسؤولين بالمدارس، حتى الأهالي كمان، أهالي تلاميذ بالمدارس. يعني نحن أكثر رايحين على هالقسم. هلا سألتيني ليش التدريب المستمر، إنه ليه إجا هالمفهوم؟ هالمفهوم هو إجا نتيجة استراتيجية تعليمية، هو ظهر كأنه استراتيجية تعلمية منشان مواكبة هالإشي اللي عم بتصير، هالتطورات اليوم اللي عم بتصير. في عنا تطور سريع بالمعلومات، وهالتطور مبين عم بيظهر بالوسائل التقنية والتكنولوجية، بتداول المعلوماتية، بالعولمة، هالانفتاح العولمي السريع، بوسائل التواصل الاجتماعي يلي كتير عم تتطور. بقى نتيجة هالإشي كلها صار في ضرورة لمواكبة هالتطورات. ومن أجل مواكبة هالتطورات في شيء لازم يصير على الأرض. هلا الإنسان هو بيتعلم، عنده أول شيء تعلم إلزامي، يعني بيعمل مدرسة أو جامعة أو مهنية أو شيء، بس هيدا الشيء ما بيأهله لا يواكب التطورات السريعة اللي عم بتصير اليوم بعصرنا الحاضر، خصوصا يلي بيتعاملوا مثل ما تفضلتي وقلتي مع الطلاب. يعني والطلاب على هالهواتف الذكية أو على التابلات يلي معهم بحسوا حالهم ببعض الأحيان بالغنى عن إنه يروحوا عن المدرسة. حتى يعني ولا لأنه كمان جيل اليوم وتلاميذ اليوم غير تلاميذ من زمان، مثل ما عم بتقولي إنه اليوم بدهم أشياء تواكبهم وتواكب هالعصر الحديث، خصوصا بالتكنيك والتكنولوجيا، بالتقنيات والتكنولوجيا. يعني بقى من هالمنطلق صار شيء اسمه المفهوم التدريب مدى الحياة. هالمفهوم هيدا ظهر سنة 1996، لأنه كان في دراسات يعني قام بشغل عليه هو منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم، وكمان كان في المنظمة العالمية للاقتصاد، التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية العالمية، والمجلس الأوروبي، وقالوا أنه لازم نواكب ونساعد هالعالم لحتى يتعلموا مدى الحياة. شو كيف بدهم يتعلموا مدى الحياة؟ شو هي الوسائل؟ دونك ظهر المفهوم تيفسر شو الوسائل وشو الآليات اللي ممكن الواحد يستعملها مشان يدرب هالعالم مدى الحياة. والآليات عديدة. والآليات كتير عديدة. بقى هو إذا بدنا نحكي عن نحدد هالمفهوم، هو أول شيء الانتقال من التعلم إلى التعليم. يعني الواحد ما بقى يتلقى بس معلومات، كمان هو بده ياخدها ويتفاعل معها ويشوف كيف بده يطبقها. يعني ما بدها تكون بس قصص معارف وبس. كمان الانتقال من إذا بدنا ناخذ مؤسسة تدريبية معينة، المقاربة بغيرها، بدنا ننتقل من المقاربة المبنية على أنشطة معتمدة من قبل هالمؤسسة إلى أنشطة بتتمحور حول المتعلم وحاجات المتعلم وكيفية استفادة من هالمعلومات للمتعلم. فإذا صارت الأشياء بيرسوناليزي أكثر للشخص اللي بده يتعلم. وثالث شيء، بما أنها هي شاملة، هالمفهوم هو شامل، كمان في وقت التدريب أو التعلم. يعني في أول شيء مثل ما قلت قبل أنه في تعليم أساسي بده يكون أو بالمدرسة أو بالجامعة، ومن بعد هالتعليم الأساسي بده يروح على عدة أنشطة، منها التعليم المتواصل يعني بياخد دورات تدريبية وبس. في كمان الأبحاث العملية على الأرض مثل الريشيرش أكسيون، يعني بيكون مثلا عندنا
هلا برجع بحكي شوي على الاليات تفصلهم، بس انه ريشيرش اكسيون بيكون الواحد بحاجه عنده مشكله معينه بمحل معين وبحاجه حدا يساعده، دونك بيجي خبره من الجامعه بيتعاونوا معه لحتى يقدر هو يعمل مثل خطه استراتيجيه تقدر يغير اشياء بحياته ويطورها. يعني هون لما بيكون هالشخص هو عامل نوع مثل نقد ذاتي، نقد ذاتي او بيلاقي مشكله وحابب انه يتحديها ويواجهها ويتغلب عليها. نعم. وفي كمان عندنا الريشيرش بارتيسيباتيف، يعني البحث التشاركي. التشاركي يعني هو بيكون مثلا موجود ببيئه معينه، بضيعه معينه، بمنطقه معينه، وبحس انه في مشكله بهالضيعه وكيف بده يقرب، او هالمنطقه وكيف بده يقرب يحل هالمشكله، يساعد هالكوميونتي تبعه تيحلوا هالمشكله. بساعتها بيكون في مثل تعاون وتفاعل بين البيئه وبين المعلومات وبين المدرسه والدرس، وبيصير كل هالاشياء الواحد عم يدرسها هي بتكون بخدمة المجتمع يلي هو عايش فيه. يعني هون بيكون في انفتاح أكثر على الحياة على اللي حوالينا، مش بس قاعدين بهالمدرسة مع هالطلاب وعم نشتغل راسنا براسهم 100%. نعم. بس يعني هل مفهوم كله مفهوم التدريب المستمر أو تدريب مدى العمر، شو يعني شو النتيجة تبعه؟ هل النتيجة تبعه دبلوم؟ هل النتيجة تبعه شهادة فقط؟ لا، رح أقول لك كيف نحن هيدا كيف بيتطبق عنا بالجامعة أو عنا بالقسم تدريب. نعم. المستمر عنا بالجامعة اليسوعية نحن عنا عدة استراتيجية عمل كتير متنوعة. يعني عنا أول شيء نحن عنا برنامج دورات تدريبية محددة بالزمن، يعني أو 4 ساعات أو 8 ساعات أو 12 ساعة، يعني محددة. هيدا نعمله سوفون دان كالندريه، يعني في رزنامه سنويه، رزنامه سنويه بنبعثها لكل المدارس. بنرجع في عنا كمان حاجات نحن بنشوف، مثلا في مدرسة معينة بتجي بتقلنا أنا بحاجة، شفت أنه في عندي مشكلة معينة بهيدا بدومين معين وبدي أنه تجوا تساعدوني. مثلا عندي مشكلة تلاميذي بالفرنساوي ما عندهم نتيجة عالية. بقى من هالمنطلق كمان بنجي نحن بنسميهم هيدول دورات تدريبية طلبا للحاجات. أو فينا مثلا بتقلنا في عندي مشكلة على صعيد المدرسة كلها، بدي أعمل مثل أوديت إدوكاتيف، يعني تدقيق أو مراقبة، لا إيفالياسيون أو يعني تقييم للعمل اللي عم بيصير التربوي أو على المستوى الإداري أو على المستوى التربوي، يعني التعليمي في التعليم. وفي كمان في حاجات بتكون مثلا إنه في مفهوم جديد طلع ونحن حابين نواكبه، مثلا طرق التعلم الجديد اليوم الحديثة، طرق التقييم والتقويم يلي هي كمان جديدة كتير اليوم ما حدا درسها قبل. هيدي كيف نحن بدنا نواكبها؟ سانتيرو برودكتيف يلي حكينا عنها مؤخرا كمان، لأنه مزبوط عم تاخد كمان هيك مكان كتير مهم، لأنه هلأ الدولة طلعت كوريكولوم بهالصحة الإنجابية بس بعد من مضى، يعني بعد ما صار أنشطة صفية، بعده أنشطة لا صفية. مش هيك نحن عم نحضر الأساتذة قبل ما ينزل رسميا لحتى يواكبوا هالتطور الجديد يلي هو اليوم ضرورة. نحن بنقول الصحة الإنجابية لأنه معلش فيه اسمح لحالي ولو على الهوى نقول بدل ما نحكي عن الصحة الجنسية، لأنه كمان هي شغلة مهمة، فإذا نحن بنحكي عن الصحة الإنجابية ضمن الصحة الجنسية للولد يعرف شو كيف بده يتعامل. نعم. مع هالموضوع معناتها بهالديبارتمان أو بهالقسم من الجامعة عم تشتغلوا على كذا طلب، يعني عم تدرسوا المدارس، عم تدرسوا وضع الطلاب، عم تدرسوا النتائج حتى لحتى تقدروا تعرفوا شو اللي لازم ينعمل بمجال أو بمجال آخر. ولكن ذكرتي شغلة كتير مهمة وعبالي نتوقف عليها، هي تدريب للأهل. يعني قلت انه ممكن يكون في تدريب حتى لاهل الطلاب لحتى يقدروا يواكبوا كمان هالمواضيع، كيف عم بتصير الامور هلا؟ بعد هاي شوي نحن عنا، اذا بحكي انا عنا بالجامعه بعدها شوي ضعيفه، لانه نحن ما عنا، نحن بنبعث الليفري البرنامج تبعنا الكتيب تبع الديبارتمان للمدارس. ما عنده اكسي ديركت على الاهل. نعم.
بقى. بس نحن بالنسبة للأهل في عنا أول شيء عدة محاور بنشتغل عليهم. في عنا محور كيف الأهل بيقدروا يساعدوا أولادهم بدروسهم بعد الظهر بالبيت، قديش لازم يقربوا، قديش لازم يبعدوا، ما يعني في هيدي الدورة هالنوع من الدورات. في عنا دورات تانية كمان كيف الأهل بيقدروا يتصرفوا مع أولادهم المراهقين أو بعمر بهالفترة الزمنية بالذات مع الأولاد يلي عندهم مشاكل بالمدرسة، يعني طبعا يعطون كتير صورة سلبية عنهم، ديجا هني بيكون عندهم هالصورة السلبية من وراء رفقاتهم وعلاماتهم وكل شيء، وكمان الأهل أوقات بيزيدوا هالصورة، وهون منقلهم كيف يتعاملوا معهم تيطلع الولد من هالصورة وتيروح صوب النجاح. وكمان نعمل دورات بهالصدد للأساتذة، لأنه الفوران فورسيلي ماش دو سوا، نحن البوزيتيف بنفكر فيها ومنآمن فيها، أنه الولد بدك تعطيه تعكسير الصورة الإيجابية عنه. وكل إنسان وكل ولد عنده طاقات أكيد، بس بما أنه في عدة أنواع من الذكاء كل واحد بيكون بمجال معين، وهيدا اللي لازم نكتشفه، وهيدا لازم نكتشفه ولازم نأكد عليه ولازم ندعمه لحتى الولد يحس دايما دايما وين ما كان وشو ما كان عم بيعمل بنجاحه. لازم ينجح بمحل معين إن كان بالمدرسة وإن كان بالبيت، وصورته لازم تضل إيجابية ونحبه مثل ما هو بصورته الإيجابية. وهل دورات للأهل أكيد عم تكون يعني مدتها قصيرة، هل أو 4 ساعات مثل ما تفضلتي قلتي أو 8 ساعات أو 12 ساعة لحتى ياخدوا فكرة عامة وشاملة عن الموضوع؟ وفيها فينا نبلش هيك نحن ويرجعوا بناء على طلب الأهل، فينا نروح معهم لأبعد، يعني يصير في دورات مع ورش عمل مع مواكبة مع مثل كل دورات. وكيف عم بيكون الإقبال وكيف عم بيكون تقبل الأساتذة لهالموضوع؟ هل الأساتذة من تلقاء نفسهم عم يجوا أو يمكن عم بيكون في نوع من يعني جبر من قبل المدرسة؟ يعني كيف عم بتصير الأمور وتطبيقها على الأرض وأقبال عليها؟ أول شيء نحن بهالبرنامج اللي عم نبعته الكالندريه، يعني الاساتذه اجمالا هن بنقوا دورات او في منهم مدراء المدارس بنقوا دورات. هلا اكيد مهم كثير انه الاستاذ هو ينقي، مش ابدا مدير المدرسه، لانه هون بيجي بحس حاله هو عباله يشتغل على حاله بهالموضوع، ممكن يجي لحاله مش من قبل يجي لحاله. في كتار بيجوا اتيت بيرسونيل ما بتدفع له المدرسه، يعني بيجوا هن. بس الاكثر هلا صرنا رايحين على اتجاه ثاني، نحن اكتشفنا انه نحن صار عندنا اكثر هالكالندريه عم بيكون مثل نوع من الدعاية لنا أو من النوع من التوعية للمدارس وللأساتذة على المواضيع يلي ممكن تهمهم وتساعدهم فعليا بممارساتهم بقلب الصف. يعني عم نشوف نحن انه عم بياخذوا دوره من هالدورات، عم بيطلبوا منا نروح نأمنها عندهم بالمدرسه لعدد كبير من الاساتذه، لانه اذا بده يصير في تغيير بده يكون تغيير على عدد كبير. بقى مشان هيك عم بياخذوا هالدوره، عم بيطلبوا منا نأمنها عندهم، عم نأمنها عم نعملها مره مرتين لمجموعه اساتذه. في اوقات بيكون نويو يعني قسم مثلا المدراء والمنسقي المواد، وفي اوقات بيكون المدرسه كلها. بنرجع من ورا بيروحوا بيطبقوا، بيرجعوا بيقولوا لنا احنا طبقنا، حابين انه تشوفوا اذا طبقنا مزبوط او اذا عندنا مشاكل. اوقات كتير بيكون عندهم مشاكل، بنرجع بنروح نعمل مثل فاليداسيون او تقييم لشو عملوا، يعني في مراقبه دائمه اذا هن طلبوا، وهون نحن اذا هن على طلبهم بنرجع كمان بنعمل لهم دوره وبنرجع بنصير تقييم، وهيك بنحس انه وهن كمان بغيروا كومبليتمون بالتقنيات والاشياء اللي عم يعملوها بقلب الصف. شكرا لك سيده سونيا قسطنطين من الجامعة اليسوعية قسم التدريب المستمر ضمن كلية العلوم التربوية. وطبعا هون عم نحكي نحن يمكن عن تدريب الأساتذة، إنما هالتدريب المستمر هو لازم يكون موجود وين ما كان بكل الشرق وبكل المهن. أهلا وسهلا فيك. بريك مشاهدينا، ومنكون مع تاني محطة لواتس أون أم تي في، تابعونا.